الفريكه فاضل لها سنه صغيره جدا وتستوي. اديكوا شايفينها مفلفله وشكلها حلو، بس اهم حاجه استخدموا الشوكه وانتوا بتقلبوها زي الرز تماما عشان ما يحصلش اي مشاكل. هنوطي عليها، هي اوريدي موطيين عليها، وهنا معلين النار على الحله. هنعمل البطاطا الحاره، ودي وصفة بطاطا أنا بحبها جدا وبطلبها دايما في المطاعم السورية أو الشامية عامة. هحط شوية زيت زيتون وهصفر فيه كمية محترمة من الثوم عشان ده هو اللي هيديها النكهة الحلوة والمميزة. هنحط الثوم، وهبتدي أحط معاه شوية بهارات، أهم حاجة الشطة، بس حطوها وابعدوا عشان ما تتنشقوهاش كده من درجة الحرارة بتاعت الحلة. هنعمل الفلفل الاسود. لو في اطفال وعايزين تعملوا البطاطا دي، عوضوا او استعينوا بالبابريكا بدل الشطة عشان حرام. هنحط كزبرة ناشفة، الفريكة انا هطفي عليها عشان الدقيقة اللي فضلها خلاص خلصت، وهنحط شوية كمون، تنتوفة كمون مش كتير، وهنحط كمان ملح، أنا كده عملت العرق بتاع البطاطا الحارة. هبتدي أقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعض عشان يصفر الثوم مع البهارات دي كلها. لكم أن تتخيلوا الريحة بتاعت الثوم مع البهارات دي، جامدة جامدة. عندي هنا بطاطس متقطعة مكعبات ومتحمرة في الزيت بالطريقة العادية، وحطيتها على الورق النشاف ده عشان خاطر تنزل كمية أكبر من الزيت وتبقى ناشفة. هحطها على الخلطة دي وهقلب كل المكونات مع بعض. اول ما كل ده يعني اول كل البطاطس ما تتشرب كل الصلصه دي، هروح جايبه الكزبره. دي الكزبره، لا دي كزبرتي. هحط الكزبره، هسيب شويه بس للتزيين، وهحط كمان خل، الخل الابيض العادي بتاعنا، وهحط عصير الليمون. ده بقى اللي بيديها كل النكهه. التوليفه دي هي اللي بتدي للبطاطا الحاره النكهه دي الخاصه بتاعتها، يعني بطاطس كده من الاخر. هي بطاطس بس هم في الشام بيقولوا لها البطاطا، زي احنا في المغرب برضو بنقول البطاطا. هنسيبها تغلي شوية بسيط، مش عايزينها كتير عشان الليمون ما يمررش، بس احنا عايزينها بس تتشبع النكهة. في الوقت ده احنا هنكون غرفنا الفريكة لانه ريحة الفراخ طالعة فاكيد استوت. هناخد الغطا ده على جنب، هنجيب المغرفة بتاعتنا ونستعين بصديق منديل ونحط الفريكة بالشكل ده اهي. الكركم والبهارات اللي احنا حاطينها هي اللي بتديها النكهة المميزة. البطاطا هاطفي عليها عشان زي ما قلت الليمون ما يمررش. مطبخ العربي بتاعنا غني جدا بالوصفات الحلوة وبالشيوات زي ما بنقول احنا في المغرب. احنا اي حاجة حلوة في المغرب في الاكل بنقول عليها شيوات، فغني جدا بالشهيوات الجميلة واللذيذة. فدي يعني لو حطينا قائمة كل أسبوع كل شوية نعمل حاجات بمكونات موجودة في البيت، أكيد أكيد مش هيزهق أحد في البيت عندنا من أي صنف. وأنا حريصة أنه ألف معاكم العالم من خلال مطبخ آسيا، بحاول أن أنا أجيب حاجات من كل حتة.
بس في نفس الوقت تتناسب مع أذواقنا أو أذواقنا الخاصة. إحنا لينا طقوس في الأكل، مش أي أكل بنقبله، يعني ما ينفعش مثلا ناكل حاجات نية وحاجات غريبة كده زي الإخوة الآسيويين مثلا. في نفس الوقت كمان بحاول إن أنا أفيدكم من خبرتي أو من يعني من مجال عملي، إن أنا بخترع شوية وصفات أو بعمل تطوير لوصفات، فبنحاول نلعب سوا مع بعض بالمكونات، نشيل ده ونحط ده ونزود حادق ونزود حلو، فبنطلع بحاجات جديدة جدا بنكسر بيها الروتين. في الأول وفي الآخر يعني كل هدف هو إرضاء ست البيت. فآدي الفريكة أهي جهزت، هنطلع بس الفراخ من الفرن. بس قبل ما أطلع الفراخ خلوني أغرف البطاطا عشان كل حاجة تمشي كويس. عندي البطاطا أهي جاهزة، عشان بس ايه الحلة سخنة، وهنحطها بالشكل ده. ريحتها جميلة جدا. البطاطا دي جربوها بجد، يعني حاجة من الآخر. اوعوا تفرطوا في الصوص او البهاريز اللي بتفضل في الحلة دي، دي حاجة تحفة. كده تمام. هنطلع الفراخ بتاعتنا من الفرن. الفراخ بتاعتنا اتحمرت اهي، هنحطها بس هنا، خدت اللون الجميل. هنروح جايبين المنقط ده وهنبتدي نرصها في الطبق على الفريكة بالشكل ده. ممكن حتى ما نحتاجش الفراخ كلها لانه الطبق مدور اهي. ريحتها جميلة جدا، نفس البهارات اللي استخدمناها في الفريكة هي اللي استخدمناها في الفراخ، عشان كده في توازن شديد ما بين النكهات. وده اللي انا بقول لكم عليه دايما، انه دايما نحاول نخلي الطبق بتاعنا نكهاته متدرجة كده، واحنا نازلين يعني نازلين بنفس النكهة مع بعض. ما ينفعش يبقى عندنا مثلا طبقة بنكهة معينة وطبقة بنكهة ثالثة. بعدين ناخد شوية بقدونس نزين بيه الوش بتاع الفريكة بالشكل ده، عشان بس الألوان الحلوة، ألوان الحياة على رأي نرمين. بعدين نحط اللوز المحمص أو زبيب أو أي نوع مكسرات عندكو، فستق اللي تحبوه، بس هي معروفة بتمشي مع اللوز أكتر. البطاطا احنا قدمناها، مش ناقص غير نزود لها شوية كزبرة خضراء فريش عشان بس تفضل محافظة على طعمها. احب افكركم انه البطاطس ممكن نحمرها عادي وبعد كده نعمل الخطوات اللي احنا عملناها للبطاطا المحمرة، ممكن كمان او البطاطا الحارة ممكن كمان نعملها شوية في المية المغلية مع الخل. ليه الخل؟ لانه الخل بيحمل حجاز على طبقة البكتين اللي موجودة في البطاطس وما بيخليهاش تتكسر. بعد كده بنرفعها من المية والخل لمدة دقيقتين طبعا، وبنحمرها في الزيت نص تحميرة وبندخلها التلاجة. لما ندخلها التلاجة تقعد ساعتين على الاقل او ليلة كاملة، او يعني دي حتى طريقة من طرق تفريز البطاطس. نقليها بعد كده بعد ساعتين في الزيت، ساعتها ممكن تطلع بطاطا محمرة حلوة جدا، كرانشي من بره او مقرمشه من بره، من جوه طريه جدا، بتشرب الصوص والنكهات اللي حطيناها لها وبتطلع تحفه وجميله. اذكركم بوصفات النهارده. طبعا قلنا البطاطا الحاره السوريه عملناها ازاي او الشاميه، عملنا فريكه الدجاج او فريكه الدجاج، عملناها بالفريك، والفريك حطينا له كركم، حطينا له كزبره، حطينا له كركم وحبهان، وحطينا له كمان جوز الطيب، ملح وفلفل. وبعدين عملنا طشة السمنة اللي هي السمنة سايحة، بنضيفها للفريكة مع المرق أول ما بتبتدي تغلي، فبنطشها عليها، بعدين بنقفلها عشان تفلفل ونسيبها على نار هادية لمدة ساعة ونص. بعد كده عملنا الفراخ المسلوقة، خدناها يعني سلقناها بالطريقة العادية، والمرق بتاعها هو اللي استخدمناه في الفريك.
دهناها بخلطه زبادي وصلصه. خلطه الزبادي والصلصه دي حطينا فيها نفس البهارات اللي حطيناها للفريكه، وهي الكركم والحبهان بودره وجوز الطيب والملح والفلفل، ودخلناها تشوت في الفرن. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. اشوفكم الحلقه الجايه، وصفات لذيذه وشهيه من مطبخ اسيا، وكل الوصفه هتلاقوها عندنا.